السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان. ونلتقي اليوم مع شخصية متميزة ومبدعة وصاحبة إضافة حقيقية وخاصة في مجال البحث العلمي والفكر الإسلامي، وهو من بلاد المغرب. نستضيف اليوم الدكتور محمد حمراني الحنشي، وهو باحث في الفكر الإسلامي ولديه عدة كتب ومؤلفات، ولعلنا سنتعرف على شخصيته وعلى سيرته في هذه الحلقة بإذن الله. والدكتور محمد هو أستاذ في الأرصاد الجوية والتخصص الأساسي في علم الفيزياء، وهو باحث كذلك في الشريعة الإسلامية. نرحب فيك دكتور محمد، فأهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يسلمك دكتور. دائما يعني نحن في مثل هذه الحلقة حديث الذكريات، نريد في البداية أن يعني نتذكر معا حديث الطفولة والبيئة اللي نشأت فيها، ومتى ولدت في بلاد المغرب، والعلاقة مع الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، حتى نتعرف على البيئة اللي تربيت فيها في البداية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من مواليد قرية تغزوت بالقرب من الحسيمة. نعم. نزح الوالد إلى الرباط وأنا صغير. نعم. فبحكم هذه الهجرة فكان هناك إشكال تأقلم يعني من القرية إلى المدينة وما إلى ذلك، لكن هذه تجربة كانت يعني نافعة في المسار نفسه. دراستي الابتدائية كانت في المدرسة الفرنسية الأهلية. نعم. معناه أن اللغة الفرنسية هي اللغة الأم، واللغة العربية لا تدرس سوى لساعتين ولا قيمة لها في التنقيط، حتى أنني كنت في درس الشكل آتي بخمسين غلطة. نعم. ويقول لي معلمي تقدم محسوس. نعم. لكي لا يكرهني في المادة، ما دام عارف هو أنه يعني السياسة العامة. نعم. أنه لا تعطى قيمة لهذه. ثم طبعا تدرجت في مساري، عندما وصلت الشهادة الابتدائية استمع الوالد للزعيم الوطني على الفاسي أنه لا بد أن تخرجوا أبنائكم من المدارس الفرنسية. نعم. فأخرجني من القسم النهائي للابتدائية. نعم. ورجعت القهقرة إلى القسم الرابع في اللغة العربية، لكن يعني لازلت أمتن لعلال الفاسي. نعم. أنه أقنع الوالد، رغم أن علال لم يقم بنفس الشيء بالنسبة لأبنائه. نعم. لكن كما نقول، فبعض الأشياء يعني هي مقادير. هذا جعلني أرجع إلى اللغة العربية. بعد هذا حدث أن كانت العلاقات المصرية المغربية في الستينات. نعم. يعني في ذاك طور الزخم الناصري، فأقاموا معهد مصري فالتحقت به. نعم. وهذا كان في المغرب. في المغرب. نعم، في المغرب. المعهد المصري هذا في المغرب، فالتحقت به وإلى غاية الشهادة الإعدادية. نعم. ثم اضطرتني بعض الظروف الاقتصادية أني أشتغل كمعلم، وأنا سني 17 سنة. يعني من أول يوم تشتغل تذهب للفصل وتبدأ بالتدريس من أول يوم. نعم. بدون مقدمة تربوية وما إلى ذلك. وكان من سوء حظي أن المعلمين اختاروا لي أتعس فصل. نعم. يعني كل الراسبين أو الذين عندهم ميؤوس منهم جعلوها في ذاك الفصل، يعني هذا كان درس بالنسبة لي. نعم. فأنا قلت هذا ما يمكن يعني أدرسهم المقرر. يعني كأنه أصبح تحدي الآن أمامك في كيفية تتعامل معهم. تعامل معهم. فقلت هذا لن أدرسهم المقرر، سوف أدرسهم فقط الأشياء الأساسية. نعم. حساب، إملاء، محادثة وما إلى ذلك. بعد 3 أشهر كانوا يقيمون دورة لامتحان عام بين، تفوق طلبتي. نعم. فجاءوا قالوا إيه صنعت في هذا الأولاد؟ قلت لهم هذا ما صنعت. قال لقد اخترنا لك أتعسهم. يعني فكان هذه تجربة للنظر يعني تربويا كيف كان يعالج. نعم. المسألة التربوية. نعم. لأن كان المعمرون هم المالكون لزمام الأمور، فلما ارتحلوا اضطر المغرب أن يملأ الفراغ، فكان في الحقيقة. نعم. فراغ سوف يقاصي منه كل الطلبة اللاحقون. نعم. طيب دكتور، قبل أن نتابع هذه المسيرة، يعني الولادة كانت إذن في أي سنة في المغرب؟
يعني بالضبط 11/12/43 1943. 43. طيب والبيت اللي نشأت فيه، يعني نحن الآن تعرفنا على كتبك وأبحاثك ونعرف أنه عندك يعني تميز علمي حقيقة، هل كان الوالد أو الوالدة أو أحد من العائلة مثلا كان له أثر ثقافي وفكري على شخصيتك وعلى حبك للعلم والقراءة؟ ليس من باب أنهم كانوا مثقفين. نعم. يعني الوالد والوالدة كانوا أميين، يعني بالمفهوم التقليدي للأمية، يعني الوالد يكتب لكن نعم. هذا وحده يعني من العلم، لكن كان بيت ديني، معناها أنه أخلاقيات معينة يعني تضبط البيت وما فيه. نعم. فهذه في الحقيقة هي التي ستؤثر علي مستقبلا في كل خطوة تالية. نعم. لأنك عندما ترجع القاقرة بالذكرى تتذكر دائما ذاك الوسط الذي نشأت فيه. نعم. فهذا يجعل لك كمعالم، يعني مهما حصل ما تضل كثيرا. نعم. طيب ونتابع بعدها مسيرتك العلمية، يعني بعد ما أصبح عمرك 17 سنة ثم واصلت التعليم؟ نعم، يعني أثناء اشتغالي كمعلم بدأت أحضر البكالوريا. نعم. يعني عصاميا. طيب. فتقدمت لها في الظرف المطلوب. نعم. لكن المصريين كان عندهم في نظامهم أنك تمتحن ليس في البكالوريا فقط ولكن في السنوات الأخرى. طيب. فنجحت في البكالوريا ورسبت في السنوات الأخرى. نعم. بعدها قلبت، قلت أنا هذا حتى لو نجحت لن يفيدني في ولوج الجامعة المغربية. فعلي أن أحضر البكالوريا المغربية. نعم. فحضرت البكالوريا المغربية ونجحت، فالتحقت بجامعة محمد الخامس وكانت بعدها تابعة لجامعة بوردو. نعم. يعني انقلبت الآن من العربي للفرنسي 100%. طيب. هنا لم أكن ممنوحا. نعم. لأنك أولا أنت حر ولن تحصل على منحة. نعم. فكان سوق الشغل في تلك الفترة يعني مفتوح. نعم. فاشتغلت مع إدارة الفوسفات، كانت عندنا هذه إدارة غنية جدا. نعم. اشتغلت معها لثلاث شهور نفعتني، يعني حصلت نعم. على رصيد ينفعني أني أتمم السنة. طيب. السنة اللي جات بعدين كانت عقد يعني مع الأساتذة، فوقعت عقدة. نعم. معناه أني ارتحت البال تماما من الناحية المادية. نعم. لغاية ما حصلت على الإجازة في الفيزياء، ثم تقدمت لامتحان معيد في الجامعة فنجحت وأصبحت معيد في المخبر النووي بالجامعة. نعم. هنا بدأت أشتغل مع أستاذ كان قادم من ألمانيا، هو في الحقيقة صديق للدكتور عبد السلام. نعم. الباكستاني ذاك اللي حاصل على جائزة نوبل. فكان له نفس الأحلام ونفس الرؤى، فقال لماذا لا تشتغل معي على يعني موضوع معين؟ فكان حماسه في الحقيقة مفرط أكثر من الواقع، فاشتغلت معه لسنتين لأكتشف أني أدور في حلقة مفرغة. نعم. فقلت لابد أن أغير المسار، لأن أثناء اكتشفت أن كل الدراسة الفنية العلمية هي بالإنجليزي. أيوة. وأن الفرنسية في الحقيقة لا مجال لها في هذا، فقلت علي إذن بتحصيل اللغة الإنجليزية، فرحت على لندن واشتغلت هناك وأثناءها تعلمت اللغة الإنجليزية. ثم تقدمت للتوفل اللي هو الامتحان القبول في الجامعات الأمريكية، بعدها شديت رحالي للولايات المتحدة. نعم. فذهبت رأسا إلى كولومبيا. نعم. فقلت لهم أني حاصل على إجازة، قالوا جامعتك إحنا لم نتسامع بها أصلا. نعم. فقالوا لكن بما أنك أول واحد يأتينا من المنطقة لو تحضر معنا أحد فصول الدراسة، لو اكتشفنا أنك يعني تستحق منها نعطيك منها. إذا معناته يعني مسيرتك العلمية كانت متنقلة، يعني بأكثر من دولة وبأكثر من تخصص كذلك. هذا هو واقع الحال. نعم. طيب الآن يعني دكتور بعدها أخذت الإجازة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحقيقة لم تكن بهذه السهولة. نعم. لأن عندما حاولت يعني أن أسجل نفسي في كولومبيا وجدت أنه لابد تدفع تلك المصاريف، وكانت يعني باهظة يعني حوالي 5000 دولار. فاشتغلت، حاولت أشتغل يعني، فاكتشفت أن الشغل مرهق بحيث أنه لا يمكن أن يتناسب مع بحث علمي يتطلب جهد. فقلت الآن اكتشفت الطريق، فعليا أرجع للبلد وابحث لي عن فرصة للرجوع. فبدأت ألف على الإدارة المغربية من عندها منحة للخارج. نعم. وما يهمني أي تخصص. نعم.
فوجدت إدارة الجو أنها عندها من الولايات المتحدة 3 منح. نعم. ولم يجدوا الرجل المناسب لأي منها، فظلت ل3 سنوات لا يجدون رجل. نعم. فجئتهم أنا فقالوا هذا الذي كنا نبحث عنه. نعم. وهكذا تيسرت الأمور. على اعتبار أنه التخصص لحضرتك الفيزياء. الفيزياء. وبالتالي استفادوا من هذا التخصص. لا، هم طال كانوا يطلبون كتخصص فيزياء. نعم. وطوفل. نعم. معناه جئتهم على المقاس. نعم. فبعدها حصلت على إجازة ثانية ثم ماجستير ثم دكتوراه في نفس المسار. نعم. طيب الآن يعني أنا ألاحظ الآن المسيرة العلمية منذ الصغر حتى أخذت الدكتوراه وهي مسيرة علمية بحتة، بينما الذي يعني يقرأ الكتب اللي ألفتها لحضرتك يرى فيها يعني لمسات شرعية، كلام في الفقه الإسلامي وكلام دقيق في مصطلح الحديث وعلم الحديث. يعني طيب النقلة هذه كيف حصلت إذن؟ يعني هل درست الشريعة مثلا؟ هل المفارقة في الحقيقة أنه في الولايات المتحدة المليئة بالشهوات. نعم. والمليئة يعني بكل ما يمكن يخطر على بال، اكتشفت الإسلام هناك. نعم. لأن عندما كنا في البلد هو كان إسلام تقليدي، أنت مسلم كسائر الناس، لكن نعم. ليس بذاك المعنى الذي نعرفه للإسلام هناك. نعم. طبعا كنت بصلي في مسجد، وبما أن الجو مفتوح. نعم. فمعناه الإقناع والسؤال وما إلى ذلك يعني يسر. نعم. فحصل الفتح هناك، فرجعت من هناك مسلم. نعم. وطبعا مسلم معناه أني أبحث كيف أنمي ملكاتي الإسلامية. نعم. هذا هو البداية للمشوار. فعندما رجعت كنت بصلي في مسجد اسمه مسجد السنة في الرباط. نعم. وكان عندنا رجل يلقي دروس دينية ونحن في تصورنا أن هذا منافق. نعم. فكان عندنا إشكال، هل تجوز الصلاة وراء منافق؟ نعم. فانتهزت فرصة أن أبا بكر الجزائري الداعية اللي بيشتغل. أيوة. قدم إلى المسجد وصلى فيه، فأنا وجدتها كفرصة ذهبية لأتلقف الرجل وألقي عليه سؤال، فقلت ما تقول في الصلاة وراء المنافق؟ فقال لي هو عندنا حديث يقول صلوا وراء البر والفاجر، رغم أني ما يعني لم أتكيف معها، لكن قلت هذا عالم. نعم. لأكتشف بعد 14 سنة أن هذا الخبر لا أصل له. نعم. اللي هو الصلاة خلف بر وفاجر. وفاجر. نعم. بما يعني أن الجو الذي تتكون فيه وتتلقف معلوماتك فيه، أنت لا تسائل عندما يفتيك شخص ما هو دليل الفتوى. نعم. حتى نبني. نعم. لا، أنت يمكن اليوم تكون على مسار لأنك استفتيت مفتي معين فأفتاك، لو سألت واحد ثاني بعد 20 سنة يمكن يغير مسارك بالمرة. نعم. وهذا في الحقيقة يخلق تشويش حتى. نعم. في التكوين الشخصي. نعم. طيب لكن هل هذه الدوافع والعوامل يعني كانت سبب لدراسة التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي، وهل درست بالفعل أم أخذتها كاجتهاد شخصي في القراءة والاطلاع وإلى ما خلاف ذلك؟ هنا قلت ما دام الإشكال هو يعني المعرفة الدينية. نعم. فأنشأنا جمعية سميناها جمعية الدعوة إلى الله. نعم. وهذه كان أصلا يشرف عليها أبو بكر الجزائري، نظرا لأنه عنده علاقة تصاهر مع شخص في مدينة الدار البيضاء. نعم. فنحن كوناها كفرع بدل ما تدخل في الإشكاليات أنك تكون جمعية جديدة وما إلى ذلك. فقلنا إذن نأتي بالعلماء. بدل ما نتسجل في كل يوم نأتي احنا بالعلماء رأسا، فبدأنا نستقدمهم للجمعية. نعم. الإشكال أنه كنت تأتي بعالم ويستدرجوه الحضور. نعم. في فتوى معينة، مثلا سؤال اللي كان يقول يا شيخ هل يجوز الجلوس على القبور، فيقول شيء. نعم. ينتظرون محدث أو فقيه تاني في اليوم التالي يسألونه نفس السؤال. نعم. بما أنه أخذ على غرة فيفتي بشيء. نعم. فيقولون يا شيخ سألنا الشيخ الفلاني أمس فأفتى بغير ما أفتيت فيه. نعم. فيقع لجاج وسباب بين، فقلت هذا إشكال. نعم. إذن رغم معرفتنا التنظيمية مثلا الدعوية ورغم معرفتنا العلمية، ما دمنا فارغين من ناحية الدينية هذا باب يجب أن يقفل. نعم.
طيب والمسيرة بعد ذلك في العمل، يعني هل عملت في مؤسسات أو في جامعات أو في مؤسسات تربوية مثلا؟ هل سافرت إلى الخارج للعمل؟ لو تعطينا مختصر عن السيرة الذاتية في هذا الجو. الحقيقة هو يعني ما دام المسار كان يعني متعرج منذ البداية، نعم، فأنا اشتغلت كمعيد في الجامعة من أول نهاية دراستي. نعم. عندما التحقت ببريطانيا ثم الولايات المتحدة ورجعت، فمعناه كانت عندي عقدة مع إدارة الجو المغربية. نعم. فاشتغلت عندهم كمهندس بعدها في الأرصاد. عندما حصلت على الدكتوراه كان عند المغرب مشروع اسمه مشروع الاستمطار الصناعي. نعم. كان بدأ جفاف في المغرب، استمر من 84، يعني المغرب عادة هو عرضة لهذه الجفاف الدورية، فكان هذا من أقصاها. فالملك كان اتصل بالرئيس كارتر، نعم، وأقنعه أنه يحول المعونة عادة العينية إلى معونة علمية. فمعناه اضطروا أنهم يعيد النظر في القوانين التي، فحصلوا على هذا المشروع للاستمطار الصناعي. واشتغلت أنت بهذا المشروع؟ اشتغلت فيه. أول ما استقدموني من الولايات المتحدة عرضوا علي أن أكون مديرا للمشروع. فأنا اعترضت، قلت أنا لسه متخرج، ما أستطيع أتحمل أنا هذه المسؤولية هذه. فالمهم اشتغلت هناك كنائب للرئيس، فاستفدت من تلك الخبرة، لأن كان المشروع هو نصف أمريكي نصف مغربي. نعم. فالخبرة العلمية وما إلى ذلك، طبعا الأمريكان هم الذين أتوا بها، فمعناه تعلمت التسيير والبحث وما إلى ذلك من خلالهم. هذه سوف تنفعني عندما أتكلف بالمشروع في المملكة العربية السعودية. نعم. أثناء اشتغالي في هذا المشروع وجدت أنه ما يلبي يعني حاجياتي، فاتصلت بجامعة الملك عبد العزيز، يعني حر. نعم. أني أقبل هناك كأستاذ، فقبلت. وعملت إذن في المملكة العربية السعودية كأستاذ. نعم. كم سنة مكثت؟ من 86 إلى 89. ما شاء الله. وهنا سوف ألتقي بالزنداني والإعجاز العلمي وكل هذا المسار اللي إلى أنه أنا كذلك أعرف أنه لحضرتك اهتمام في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وكذا، يبدو هذا إذن تعرفت على الشيخ الزنداني منك. أيوة. كان عندنا يعني خلية الفصل بتاع الأرصاد كانت تتكلف بهذه الظواهر يعني الطبيعية، فكان نعم. كل ما يمس السحاب وما إلى ذلك. أنا اشتغلت هناك لأن كنت راكمت المعرفة الحديثية في نعم. تخريج أحاديث الرعد والبرق وما إلى ذلك. نعم. جميل. طيب إذن معناته هذه المسيرة العلمية اللي حضرتك يعني تفضلت فيها نتجت عنها مجموعة من المؤلفات والكتب، يعني يمكن بين إيدي أنا هنا يعني دكتور، يعني مثلا كتاب كيف يرد الخطأ على المحدثين المعاصرين الكبار سواء في الرواية أو في الدراية، كذلك يبدو هذا كذلك نموذج آخر، يعني هو كل كتاب له نموذج من النماذج. كتاب ثالث عن الانقلابات البوليسية في الإسلام في المعهد، هذا يتبع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. أيوة. نعم. كتاب آخر كيف تمت هندسة فيروس اسمه أدونيس، يعني الشاعر المعروف. نعم. وما شاء الله حتى عناوينك يعني متميزة والمهدي اللامنتظر، يعني هو عادة يقولون المهدي المنتظر، فعنوان هذا الكتاب المهدي اللامنتظر، هو أيضا مختار عن يقين. نعم. وأنا ألاحظ أنه يعني حط أنت عليه يعني صورة الإيتي هذا. أيوة. اللي هو النموذج الخرافي. أيوة. التعبير الذي يذكر الأجوبة المونتريالية، وهي دراسة نموذجية لأزمة المحدثين، وهذا كذلك كتاب يعني تحت يبدو سلسلة دفاتر المجتهد المنظوري المعاصر، الأصولية الجعفرية الشيعية والاجتهاد المؤطر بالأسطورة، والمقاصد السياسية والشرعية عند علال الفاسي. طيب ريت لو يعني تعطينا فكرة مجملة عن هذه الكتب واهتماماتك حقيقة في البحث والتأليف والكتابة والعناوين المتفرقة والمتنوعة في مثل هذه الكتب. تفضل دكتور. الحقيقة هو اشتغالي بالأمر الديني كما قلت عندما أسسنا الجمعية. نعم. ووجدنا أن عندنا نقص في هذا الجانب، بدأنا نستقدم المشايخ. نعم. لكن قلنا ربما ينفع أن يعني نسجل أنفسنا في الدروس العادية، فكانت المدرسة الحديثة الحسنية بالمغرب تقوم بمباراة تطلب الإجازة فقط، فأنا عندي إجازة في الفيزياء قبلت. نعم. فنجحت في الدورة الأولى،
لكن حصل أني عندما أتيت لأحضر دروس التقيت بأحد معارفي فقال إيش جابك أنت هنا؟ أنت علمي فيزيائي جابك هنا؟ قلت أتعلم الحديث. قال ندرس كل شيء إلا الحديث. قلت السلام عليكم. نعم. فرحت للولايات المتحدة لأحضر ماجستير ورجعت بعد سنتين، قلت لعل دار لقمان تغيرت. تقدمت المباراة مرة ثانية نجحت. فأثناء ولوجي يعني أصبح كأنها مكررة. وجدت واحد عندي من الجمعية فقال لي جابك؟ قلت له لعل الدار تغيرت. قال لي لم يتغير شيء، لا ندرس الحديث. إذن قلت ما دام هذا هو الإشكال لابد أني أخذ الأمر يعني بجد. بما أن كانت لنا علاقة من خلال جمعيتنا مع الجامعة الإسلامية في المدينة قلت أروح أتسجل هناك. نعم. رحت هناك لم يكن عندي إشكال في القبول ما دام نحن كنا نرسل الراسبين في البكالوريا إلى هذه الجامعة. نعم. وكنا نظن أننا نقدم لهم خيرا بينما في الحقيقة سنكتشف أننا كنا نهلكهم. نعم. فالمهم حضرت درس واحد في الحديث. في الحديث. نعم. على أحر من جمر متى ينتهي ومتى أخرج. قلت لا يمكن لهذا النوع من الدرس بهذه الطريقة أن يخدم السنة. نعم. على أي حال إذن تكون لي تصور على الدراسة كيف هي، على الحديث نفسه كيف يستغل دون يعني أن تطبق الأمور فيه في نفس الأمر. فقلت لابد هذه ثغرة من الثغرات أنا واعي بها. نعم. إذن أصبح عندي أنا من منظور يعني مش الكفاية يعني واجب عيني. نعم فرض عين عليك. فرض عين. إذن فقلت لابد أكرس نفسي لهذا العمل هذا. لذلك عندما رحت للمملكة العربية السعودية كنا إحنا في الجمعية اقتنينا مكتبة. نعم. لأن كان عندنا بعض المتخرجين من الجامعة الإسلامية كعبد الرحمن المغراوي اللي هو تلميذ لشيخ ابن باز وما إلى ذلك. معنا معارفهم أخذناها منهم، كوننا مكتبة بالكتب بتاع التخريج، بدأنا نتدرب على التخريج. تعرف لما تكون أنت متخرج من الجامعة يكفيك تعرف المصادر. نعم. بعدها مسارك تسويه لحالك. نعم. وهكذا مشى. نعم. مشى الشغل. نعم. فإذا أنا بالنسبة لي هذه التجربة كالمثال الشائع الذي يقول فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. نعم. يعني هذه كمحطة نفعتني في مساري المستقبلي. نعم. طيب دكتور أنا يعني لعلي عرضت بعض الكتب اللي حضرتك ألفتها ويمكن ما تتجاوز 8 كتب، بينما ذكرت لي في البداية أنه عندك يعني هموم كثيرة وعناوين لكتب جاهزة كذلك، وقد تبلغ يعني قد يبلغ أكثر من 50 عنوان متوفر. طيب ما هو سبب عدم خروج مثل هذه العناوين إلى الساحة؟ هو القضية هو أن طريقة معالجتي للموضوع عادة تظهر للمخالف بما أنه لا يقرأ. نعم. أنه كأنك أنت خارج التيار، خصوصا وأني يستعمل مثلا عناوين تظهر له مستفزة، يعني مثلا المهدي اللا منتظر مثلا. أيوة. هذا خذ أنت أتعس منها مثلا كيف يرد الخطأ على المحدثين الكبار. نعم. رواية دراية لعدم إلمامهم بالعلم، وهو إيش عنده؟ إلما عنده رواية هو محدث، إلما عنده دراية هو محدث. نعم. وتقول الشيخ الألباني نموذجا وهو هذا كان متصدر في العصر. نعم. فمعناه يعني أنت تضرب قناعات بناها الرجل لعشرين سنة أو أكثر، فمن سوف يستمع لك؟ نعم. لكن الحقيقة أنا من أين جاءني هذا؟ هو خرج حديث الرعد ملك، خرجوا في سلسلته الصحيحة. نعم. أثناء اشتغالي أنا في الإعجاز العلمي الرعد البرق وما إلى ذلك. نعم. اضطريت أني أخرج هذه الأحاديث فهي حوالي 134 طريق، بحثت ما فيها شيء يعني في الصحاحة وما إلى ذلك، هي عند يعني عند الكتب الأخرى. نعم. وواحد في الترمذي وما إلى ذلك، لكن عندما حققت فيها وجدت أنه لا يصح منها شيء. بل عندنا يعني هي هذه تستجيب لطرق رد الحديث سواء من ناحية السند أو المتن. نعم. فكان الرعد ملك، أنا من خلال معرفتي بالحضارة الشرق أوسطية وادي الرافدين ومصر عرفت أن الأقدمين كان عندهم الرعد هو إله. يعني هو حداد، عندما تسمع حداد اللبناني. نعم. هو إله حداد. وعنده هذا الأسماء هكذا. فقلت أنا كيف هذا عندهم إله وتحول عندي أنا إلى ملك. نعم. فهذا الشغلة هذه بقت
يعني أنت كأنك تحضر مرافعة وتحتاج أنك يعني كل الثغرات أنك تقفلها بالضبط. قبل تقدم الأطروحة بالضبط. لن أكتشف الحل إلا بعد 9 سنوات نعم. أثناء وجودي في جامعة ماكجيل الإسلامية في مونتريال وجدت كتاب مترجم كان ترجمه حليم بن إسحاق نعم. المترجم أيام الدولة العباسية المشهور نعم. هذا الكتاب كانت الذين اكتشفوه هو البعثة الفرنسية في دمشق طيب. فلم يخرجوه ويحققوه سوى في سنة 68 نعم. أثناء عرضهم لطريقة المؤلف هذا الترجمة هي لكتاب لأرطميدروس الأفسي نعم. هذا إغريقي أرطميدور ديفيز نعم. هذا الكتاب يتكلم عن الآلهة وما إلى ذلك فقال المترجمون فيما يلي من الفصول كلما وجدت كلمة ثيون معناه إله بالإغريقية ترجمها المترجم إلى ملك إذن فاكتشفت أن الحلقة المفقودة نعم. لأن أنت تنتظر من حنين بن إسحاق طبعا هو مسيحي لكن هو يترجم لبيئة إسلامية ما يمكن يقول لهم إله نعم. إذن وجدت هنا مربط الخيل أو مربط الفرس وهذا بعد 9 سنين من البحث إلى هذا الموضوع بعد 9 سنين ففكر أنت الشيخ الألباني في هذه 9 سنين هو خرج سلسلة الأحاديث الصحيحة حوالي 4000 حديث ومثلها ضعيفة لماذا؟ لأن منهجه هو منهج لو أعطينا يعني استعارة بالبحث الجيولوجي هو يبحث فقط على المستوى الأعلى ما ينزل للأعماق فمثلا يصحح حديث لأن فلان صححه لكن فلان ربما ما تعمق فيه أنا لا أنا برجع إلى الأساس الأصلي الأول يعني الرجل وماذا قيل فيه وما إلى ذلك فلذلك يأخذ مني أنا 9 سنوات بينما هو يعني عنده طيب جرة قلم وهل هذا يعني جعلك مثلا جعلت لك لديك نظرة على مستوى العام كشعوب عربية وإسلامية في حرصها على قراءة الكتب والبحث والتعليم يعني من خلال تخصصك ومن خلال أبحاثك هل تكونت عندك قناعة يعني سواء على مستوى العام أو على مستوى حتى العلماء والباحثين فما هو يعني وجهة نظرك في مستوانا في الوطن العربي والإسلامي في أهمية البحث العلمي واحترامه الحقيقة هو كارثي يعني بكل المقاييس لأن مثلا لو تكلمنا فقط على ما يسموه المعاصرون النهضة التي بدأت مع الشيخ عبده وما إلى ذلك نعم. فرغم تلك المنابر اللي كانت في الأول مثلا كجرائد وما إلى ذلك هذا لم يتكرس كمؤسسات إنتاجية نعم. لذلك لا تجد مجلة مثلا خذ المقتطف مثلا في تلك الفترة أين هي المقتطف نعم. كل المجلات سواء كانت يعني ذات هواية علمية أو ما إلى ذلك لا تجد استمرارية لها لماذا؟ لأن المعنيين أنفسهم لم يكتشفوا أن لهم هم جامع يجمعهم ليشتغلوا كلوبي مثلا نعم. معناها أنك لا تراكم معرفة وأنك دائما تكرر نفس الأخطاء التي سبقوك بها إذا معناتها دائما تكون عبارة عن اجتهادات شخصية وطاقة فردية يقوم فيها الإنسان يعني ما يكون في عمل مؤسسي جماعي في, في, في أهمية البحث العلمي والإنتاج أليس كذلك؟ لا هذا ليس لا يوجد عندنا ونأخذ كمثال بين تراثيتنا في العلوم والتراثية مثلا التي حصلت في الغرب نعم. تعلمون يعني قديما حتى كان عندنا علماء مثل حسن بن الهيثم أو مثل البيروني أو غيره نظرا للمنظورية اللي كانت عند المسلمين عن العلم بحيث أنهم جزؤوه حتى أصبح العلم يعني هو العلم الشرعي معنى أنت عندما يكون عندك علم أي ميدان علمي ولا يلقح من ميادين علمية أخرى أنت حكمت على نفسك بالإعدام لأن العلوم لا تتقدم سوى بالاستعارات وهذا شرحت أنا في كتابي كيف تمت هندسة فيروس اسمه أدونيس لأن خذ مثلا الخليل بن أحمد هذا رجل لمعرفته بالموسيقى ولمعرفته بالرياضيات عندما عالج اللغة العربية كما عالجها باقي الفطاحل في اللغة هو رأى ما لم يستطيع أن يروا حتى أن تلميذه بدأ يستفسر
يعني عن منهج وعن تفكيره ما استطاع أن يفهم عنه، وسافر إلى الحج وخشي أن يموت الخليل قبل ما يفشيله يعني بالسر. إيش الخليل؟ استعمل التوافقات والتبادلات. نعم. قال يعني إن لفرض أن عندك اللغة العربية، استقصاها فقال هي لا تتجاوز الخماسي. إذن لنفرض أننا جئنا للغة العربية مفردة مثلا ضربة، وحولنا الحروف دوريا ضربة ربضة وما إلى ذلك، فتتكون عندك من هذا بحساب التوافقات ست حالات. نعم. بعدها قال نسوي هذا للخماسي وما إلى ذلك. فاستطاع أن يعد كل المفردات القاموسية المعجمية الممكنة في اللغة العربية التي لا تتعدى 12 مليون في تلك الفترة، وهذه سابقة لم يسبق أحد في اللغات المقارنة الأخرى. ثم جاء إلى السلم الموسيقي، اكتشف بالوقع وما إلى ذلك السلاليم اللي معروفة في الشعر. إذن شوف هذا رجل لو اكتشف واحد من هذه الاكتشافين لخلد ذكره في الخافقين. لكن ايش حصل؟ هذه الطفرة اللي حصلت في جيله لم تستمر من بعده، وهذا سوف نجده يكرر نفسه. فالبخاري وحيد شخصيته، الشافعي وحيد شخصيته، كل هؤلاء المبدعين لا يكونون تلاميذ يضيفون أو يراكمون عليهم، وهذه طبعا إشكالية بنيوية لا بد أن تعالج. لأن مراكمة الخبرة والمعرفة هي التي تحصل بالتطور. لنأتي الآن بعد ما أخذ الأوروبيون هذه المعارف من عندنا ونسبوها لأنفسهم، كثير ما تستمع وننقل عنهم أن كوبرنيكوس هو مكتشف دورة الأرض حول الشمس. هذا من الأخطاء الشائعة. مكتشف كل ما اكتشفه كوبرنيكوس هو ابن الشاطر. الدمشقي، الدورة الدموية لابن النفيس أعطوها لهارفي. وهذا مفهوم ضمن ذاك الإطار إبان الحروب الصليبية، لأن كان لو اكتشفنا فقط أنك تتعاطف، يعني أنت يعني معرض للمقصلة أو المحرقة، فما بالك يعني أن تبدي أنك متعاطف، يعني كان مفهوم من هذه الناحية. لكن عندما تلقفوا هذه العلوم منا، خذ الآن مجلة في بريطانيا اسمها فيلوزوفيك الماجازين. هذه تقريبا بدأت يعني منتصف القرن السادس عشر وما إلى ذلك، لا زالت موجودة بنفس العنوان إلى اليوم. فنفرض أنك باحث علمي وتبحث في مسألة علمية معينة، تمدد الأجسام وما إلى ذلك، معناها تستطيع ترجع بمراجعك إلى ثلاث قرون في مجلة واحدة. احنا ليست عندنا مجلة يعني يطول عمرها اكثر من سنتين ثلاث سنوات وما الى ذلك. فهذا هو الاشكال، يعني ان لم يوجد، وهذا منبر، لان لما يكون المنبر فمعناه ان المؤسسة موجودة، فان انعدم المؤسسة او انعدم المنبر فهما يعني وجهان لعملة واحدة. إذا معناتها الآن دكتور أنت ترى أنه إحنا عندنا فقر في المنهجية العلمية في عالمنا العربي والإسلامي. طيب الآن ما هي نظرتك أو رؤيتك لنهضة هذه الأمة من الناحية العلمية؟ هل في أدوات معينة أو في آليات معينة ممكن تقترحها لو تبنتها الأمة غير العمل المؤسسي والجمعي هذا الذي تفضلت عنه في المؤسسات العلمية؟ هذا في الحقيقة هو أساس مشروعنا. يعني لذلك سميناه نحن المنظورية، يعني أنك أولا أنت عندك منظورية، لأن لو ما عندك منظورية لا تنتج شيء. لأن المنظورية هي التي تجعلك أثناء اختيارك، لأن أنت في الحياة العملية أو العلمية تتعرض لاختيارات. فهذه الاختيارات لابد أن تختار على أسس يعني هي عندك من الوثاقة، بدرجة أنك تجعلك تأخذ هذا الطريق وليس هذا الطريق. فنحن إسلاميين معناه عندنا اختيارات مضبوطة بالضوابط الشرعية. هذه الضوابط لم تعد تشتغل عندنا، فذلك الفقيه هو يعيش في جزيرته معزول حتى عن المحدث اللي هو مفروض الرافد له. والمحدث أيضا متقوقع في قوقعته، لا يسائل الآخرين، هو عالم مغلق، وهكذا بالنسبة لجميع المرافق. فمعنى هؤلاء لا حياة لهم في الحقيقة، لأنهم خارج الواقع، إلا من باب التقليد والسدانة لا غير. أما من ناحية المردودية العملية أو ما يقدمه للأمة أو ما إلى ذلك فهو صفر على صفر. فهذا هو ما نحاول أن نعالجه.
لذلك مثلا سوف تجد أثناء معالجتي أنا للحديث سوف تستمع شيء اسمه معادلة المحدث. نعم. فكر لما تتكلم مع واحد يعني شيخ تقليدي تقول له معادلة محدث ويقول ايش هذا المبتدع، هذا معادلة ولا؟ احنا عندنا علم رجال ما في معادلة. نعم. شوف لماذا؟ لأنه لم يفهم قط ايش هو منهج المحدثين. نعم. المنهج الحديثي هو كله كما نقول بدعة. لماذا بدعة؟ لأن عندما نحن نسمى حضارة النص، إذا تكلمت عن حضارة النص فهي حضارة القرآن لا غير. نعم. لماذا؟ لأن القرآن يدلل على نفسه بنفسه. أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فنحن لا ندلل، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدلل على القرآن، لا، القرآن هو الذي يدلل على نفسه وتبعا يدلل على رسالة الرسول. وهذا قوة داخلية، معناه أن الكتاب هو مغلق بدليله وبحجيته. الحلقة الضعيفة في الحديث، لماذا؟ الحديث هو مفروض هو التبيان، إن البيان والتبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يتخلف التبيان عن البيان؟ إذن إن كان القرآن محفوظ ففي الحقيقة التبيان نفسه محفوظ، هذا ما غفلوا عنه، ونحن نقول هو محفوظ. إذا معناته الآن دكتور أنت ترى أنه نهضة هذه الأمة في إعادة ترتيب أوراقها في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة والأصول التي يعني انبنت عليها هذه الأمة، أليس كذلك؟ هذا هو الأساس. نعم. لأن لو لاحظت كل أمة أرادت أن تجدد المسار أو الاستئنافية إلا وترجع القهقرة بتراثيتها وتعيد لها الغربلة ثم يقع تقع الانطلاقة. نعم. هذا لو لاحظت في الكتابات الغربية كلها، أنا وضحت ذلك في كتاب أدونيس. نعم. تجدهم دائما يحجون إلى أثينا، يمرون على أفلاطون وأرسطو وما إلى ذلك، ثم يعرجون على باسكال ويعني باقي أصحاب النهضة قبل أن يصل إلى عصره هو ليضيف الإضافة. فكيف هؤلاء يعني يحجون هذه الحجة واحنا افتقدنا الطريق تماما الى مكه؟ نعم. نعم. فهذا هو الاشكال، ولعل هاي لنا يعني عوده في حلقات اخرى نفصل فيها اكثر باذن الله، والحديث معك ممتع دكتور، لكن يعني نحن نعرف انه لا شك انه كل شخصيه مبدعه متميزه في شخصيات تاثرت فيها، قد تكون هذه الشخصيات مفكره مبدعه، قد يكون علماء او اشخاص انت التقيت بهم، فهل يعني تذكر لنا بعض الأشخاص اللي تعرفت عليهم مثلا من أساتذة من البيئة اللي نشأت فيها من المسيرة العلمية من السفر والتنقل أثروا على طريقتك في التفكير على منهجك في الحياة؟ الحقيقة ما يمكن يعني أحدد بالضبط يعني هذا النوع من التأثيرات، هي موجودة. نعم. لكن ما تستطيع يعني أن تقول هذا، يعني خصوصا عندما تنطلق أنت من أفكار هي تظهر للجميع أنها مخالفة لأعرافهم. نعم. فهنا ليس لك شيخ سابق. يعني كأنك وحيد يعني نسجك هنا. نعم. فالحقيقة هي جاءت من التجارب ومن التعمق في التفكير في المسألة ومن التراكم الذي يحصل من الفعل ورد الفعل. نعم. طيب من خلال قراءاتك للكتب، يعني سواء كتب التراث الإسلامي أو الكتب المعاصرة، هل في كتاب معين أو مؤلف معين لفت نظرك؟ شعرت أنه طريقة تفكيره قريبة من المنهج اللي أنت تتبناه، أو أنك أنت تأثرت في طريقة تفكيره والنمط العقلي اللي هو يناقش فيه القضايا والأمور مثلا؟ الحقيقة هذه تأتي لو قلت كمسار تاريخي. نعم. عندما بدأت تشتغل بهذا الموضوع، تعرف أن كل مسلم عندما يشتغل بهذه الأشياء أساسا يرجع إلى التراثية المشتركة، يعني الفقه المالكي كيف تطور الشافعي والأحناف وما إلى ذلك. فأنا وجدت في هؤلاء أنه فيه استمرارية. نعم. معناه فيه نوع من التراكم المعرفي في هذا الميدان بالضبط. نعم. فلو لاحظت أن هؤلاء كانوا كلهم فطاحين، فكر مالك، لو لم يوجد مالك لما وجدت نقدية حديثية مطلقة. أنا عندي حديث سوف يأتي، عندي من الأحاديث اللي بسميها سلسلة أحاديث في السياسة لا تصح. نعم. الأئمة من قريش يسأل أي واحد الأئمة من قريش يقول هذا إجماع الأمة عليه، أنا أقول باطل ومن هذا المنبر. نعم. تعرف من أعطاني خيط الحل؟ الإمام مالك رحمه الله. لأن الحديث رويه أبو الزناد. نعم. والبخاري يقول أصح الأحاديث السلسلة
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. فكيف أنت تطعن في خبر هذا لو أخذت بالتقليد؟ نعم. لا، سوف يسعفنا الإمام مالك نظرا لحس النقدي. فإذا هو معرفته لأبي الزناد بلدي معرفة فوق معرفة البخاري. نعم. لذلك احنا استغلنا هذا. لما جاء الشافعي هو درس في مكة، معناه درس على سفيان بن عيينة. نعم. والآخرين، ثم درس على الإمام مالك، لكن هو أول من خرج كتاب نقد يعني الأم وما ينتقد عمل أهل المدينة. نعم. فكان عندك هذا النوع من عدم الاستئناس أو توكل أو التقليد البليد. نعم. هو الذي أعطاهم هذه البصمة التي ميزتهم في الإبداع. نعم. بعدها طبعا جاء عصر التقليد وأصبح كل واحد يكرر نفسه. طيب، أمنية تتمناها دكتورنا يعني تراها في الواقع المعاصر أو في المستقبل، خاصة في المجال العلمي والإبداعي، فما هي الأمنية اللي تتمناها أو اللي تطمح أنك تساهم في تحقيقها في واقعنا المعاصر؟ الحقيقة هو يعني احنا مطروح لنا يعني تحدي حضاري. نعم. لو لاحظت أن كل ردود فعلنا في النقد هي ردود فعل. نعم. ليست ندية. أعطيك مثال، جاء قلتزهر إلى الشرق. نعم. هذا جاء كطالب وسنه حوالي 27 سنة. نعم. وذهب ليتعلم الحديث في الأزهر. نعم. لم يجد أحد يعرف الحديث حتى. نعم. أن الشيخ عبده المفروض أنه سوف يؤثر في العصر كله، هذا جاءته فتوى من الهند تقول له عن موضوع الحديث يعني ما محلوم الإعراب، فقال يعني في معنى ما لي بحديث لا أعرف رجاله ولا درجة وثاقته، وإنما هي أشياء نتلقفها عن المشايخ. نعم. يا شيخ أنت مفتي وما تعرف حديث، فكيف يحصل لك ترجيح بين النصوص؟ نعم. هذا العيب سوف ينتقل لكل الأجيال اللاحقة. فإذا هذا لم يجد ضالته عند عبده، فمعنى اكتشف أنه يعتمد على نفسه وتخريجاته. نعم. فكتب ذاك الكتاب يعني على الطريقة الاستشراقية، وقال هو بأن المحدثين عادة يعتمدون على السند، فإذا صح السند فلا يهم المتن وإن أتى بمخالفة منطقية. هذا لب الإشكال. نعم. وهذا لا يصح. لا يصح. نعم. فهم؟ إذن هذا هل نقول بأن هذا خينا مغرض؟ نعم. مدامت حقيقة. طالما أنه هو تعلم بهذه الطريقة، نعم، فهو أخرج ما في نفسه فقط يعني. لا، خصوصا وأنك أنت الدعوة. نعم. الإسلامية التي نتناساها هي عالميتها. بالضبط. فنحن. نعم. نحكمها في المحل يوم إلى ذلك. نعم. بما أن قلتزهر يمكن يثير ما يشاء. نعم. الإسلام هو موضوع ليجيب على أسئلته. نعم. الطامة بالنسبة لقلتزهر في زمنه لم يوجد. نعم. واحد يستطيع يجيب عليه. نعم. على كل حال الحوار معك ممتع وشيق دكتور، ونتواصل معك في حلقات أخرى بإذن الله، وأنا سعيد جدا حقيقة بالتعرف عليكم وباستضافتكم في هذا البرنامج علماء مبدعون، فشكرا دكتور على هذا اللقاء. يا سيدي شكرا، وحياكم الله. بارك الله فيك دكتور.